إن شاء الله يتم تقديم كافة المقترحات حتى موعد أقصى يوم 11 فبراير، وإحنا كده بقينا فبراير صح الجاري، وبعد كده يتم تحديد مواعيد الجلسات. ويمكن الرئيس لما اتكلم قال أنا عايز حوار معمق عن الاقتصاد وكيفية إصلاحه، وعايز أسمع من صديقي العزيز محمد خريج. طيب مبدئيا هي فكرة استئناف الحوار الوطني والتركيز على الملف الاقتصادي ده يعني إجراء يعني مهم جدا بيلمس اهتمام الرئيس بالوضع الحاصل، بيتماس تماما مع الحديث بتاع كل الناس اللي بتتكلم فيه الشأن الاقتصادي والوضع الاقتصادي والأزمة اللي احنا فيها وهنتحرك منها ازاي. أكتوبر 22 كان في مؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل، وده كان مؤتمر مهم جدا لأنه حط خطوط رئيسية للأزمة اللي احنا فيها، نخرج منها ازاي، هنتحرك منها ازاي. النهاردة بعد كده حصل الحوار الوطني، كان جزء كبير من النقاشات كان معظمها داير في فلك المسألة الاقتصادية وإيه اللي ممكن يتعمل، موضوعات متنوعة جدا، وكان الحقيقة كان حوار ثري جدا، وكان في مقترحات مهمة جدا اتقالت، وأهميته كمان كان التنوع اللي كان موجود فيه، لأن أنت كان عندك الطيف السياسي كله كان موجود، بالإضافة طبعا للخبراء والأكاديميين اللي كانوا موجودين. النهاردة بناخد الموضوع كمان لمرحلة تالية ومتعلقة بقى بالنقاش على الوضع القائم الحالي، الحلول المرجوة إيه هي. في ظهر وثيقة صدرت من مجلس الوزراء بتاعت التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الست سنوات القادمة، أعتقد دي وتم إرسالها كمان للحوار الوطني، فأعتقد دي هيتم النقاش عليها. عندنا قبل كده كمان وثيقة سياسات ملكية الدولة، فبالتالي في مجموعة من الخطوط اللي بيتم وضعها لأن احنا نطور رؤية للفترة اللي جاية، هنعمل ايه، هنتحرك ازاي، دور الدولة هيكون ايه، الأزمات اللي عندنا ازاي نتحرك فيها، الدروس المستفادة مما مضى ازاي. في تصوري هي مسألة ازاي ان احنا نطلق الطاقة الكامنة جوه الاقتصاد المصري، احنا عندنا بوتنشال كبير جدا لكن محتاجين ان احنا نحرره ونطلق الطاقة دي علشان نطلع لقدام، وده مش هيحصل بقرارات حكومية بس أو بتشريع بس، لكن نتيجة حالة من الحوار لازم تكون بين الأطياف كلها والأطراف كلها عشان يكون في توافق على الأولويات ونقدر نتحرك لقدام بقى خطوة بخطوة، ويبقى في عندنا أجندة وطنية لتحرير الاقتصاد بتاعنا والإطلاق.